شيء اسف، مؤسف 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 كيك، عوان امن يمشوا حرامك كيك حاجه، يا هو امر رئاسي ما شنو حاجه تاسف. مش قرب يعوذ بالله الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. افنجعل المجرمين كالمسلمين ما لكم كيف تحكمون. هذوما الشرذمه، هذوما كلاب مش هم مسلمين وما ينتموش الاسلام، والاسلام بريء منهم. مش قرب النبي عليه الصلاه والسلام قال تركت فيكم اثنين ما تمسكتم بهما فلن تظل بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي رسوله. نحن بعيدين على الكتاب والسنه. مش قرب يعوذ بالله الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتمسكوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن احسن امه خلقنا ربي. في بالك النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني هدم الكعبه عندي اوهن من قتل مسلم؟ زيد تسالني. هذوما شرذمه، هذوما فضله، ما ينتموش الاسلام، هذوما مسخين. في بالك اللي الحسن والحسين جاوا لتونس؟ في بالك جاوا ما يقارب 3000 صحابي جاوا لتونس؟ في بالك اللي فيها مدفون سيدي ابو الباب الانصاري حاجه من الرسول؟ يعني البلاد هذه ربي سطرها باذن الله الى ان تقوم الساعه. نحن تردوا علينا الليبيه. الليبيه هم اللي يكون بلادنا. يبغوا الفتنه، صح ولا لا؟ الاسلام بريء منهم. موقفي عمليه غير عاديه، و ما لازمش نوصلها بحتى حاجه. اثرت في الناس وفي التونس كلها. اما خويا ما لازموش نسلموا ونسلموا. يلزمنا نحاربوهم، ويلزمنا ناخذوا لهم الناس الكل يد واحده، ويلزمنا مع الامن باش نقضوا على الارهاب. هذه موقف، هذه الناس كتينا، وهذه موقف عمل جبان وشيء يوجع القلب. وكا هو ماهوش هذا نقولوا الارهابيين، هذا ما نتصورش كان عندهم مرجع اسلامي. هذا ما شياطين من جايين من قارة أخرى ولا من بر آخر ولا من أي باب آخر. رجال وعندك نساء وما خلوكش، والله حجرة من حجر تونس إلى نكسرها. أنا تونسية دم وقلب وروح، والإرهابي اللي قتل الأمن الرئاسي الله لا يرحم له عظم، أخذرولي الله لا يرحم له عظم، وكان جاي ولدي نسيت نصب عليه غاز ونحرقه. هذاكم رجالنا، هذاكم حامين بلادنا، كيف ما هم بالسلاح أنتم بالقلم زادة، حتى أنتم أمن زادة. هم يضربوا بالسلاح وانتوا تضربوا بالقلم وبلساناتكم تدافعوا علينا. اللي يخون تونس الله لا يبقى فيها، اللي يخون تونس يخونه ربي، وما هم الا فيران في جبل وجبناء ما يعرفوش يعبروا بالصراحه، واللي عنده حاجه يعبر عليها، مش يجي يغدر غدران. ما يغدر كان الجبان، ما يغدر كان الجبان. تونس ميمتنا، الحم كتافنا منها هي عايشين فيها، كما قال صابر الرباعي الله يرحم والديه فك الكلمة، اليوم فوق ما نعيش إلا بيها وما نموت إلا فيها. نحن عايشين الحم كتافنا من تونس، ها؟ وغدوة تحت أرضها، كيفاش نجي نخونها؟ شكون يخون أمه؟ شكون يخون عرض أمه؟ شكون يسقط أمه؟ راهي أمنا. فيقوا على أرواحكم يلي تبيعوا في ضميركم بزوز سور، دي راهو سخدر الدنيا، راهو سخدر الدنيا. We'll be right back.